شو كمان؟ يا عم حكي الوضع هنيك شلون بدي إلا حضارة أخي حضارة. السيارة آخر موديل. يا سلام. الناس كله مطقوم ومحترم. تمام. بنايات بلو موبايلات. لك وبعدين يعني؟ شو بعدين عم حاكيك؟ وين ما درت وشك عم يعمروا. طيب نحن شو استفدنا؟ شلون شو استفدنا؟ ما شفنا بلد جديدة وناس جدا ولغات لك عمي لغات. هلو هري اب شاطر موس. لك الحمد لله. المهم إن انت ممكن تطالع على اساس انه بدك تعمل شركة. والله يا صاحبي حساب الحالة ما زبط على حساب البيدر، والمصاري اللي كانوا معي حطيتهم ايجار اكل واوتيل وما كفوني. هنيك شغل شغل ما في يوم مرحميني. لا فتح ما شاء الله حولك. فقلت لحالي يا ولد هيك هيك بطاقة طيارة روح رجعة، فشد على الشام ولا تبالي. امت شديت غربة لك اخي؟ غربة غربة؟ ما كنت قاتل حالك على السفرة ولا طلعت مالك خرج هالسفرة ولا انا خرج الغربة؟ فشر لك اخي فشر. بس الوضع هنيك شلون بدي اقول لك يا اخي؟ بهيك البلاد الواحد ما له حدا، ناس معترة، الله وكيلك الله وكيلك، الكتف على الكتف، كله عم يدفش وبده شغل هيك علني. فقلت لحالي يا ولد شو بدك بالفوتة؟ ما انا ببلدي عاش امير معلم. لا تواخذني بهالكلمة، حبك فزيت على الشغل ما حبك قعدت بالبيت. مين اللي عندك؟ هنيك ما في شغل يعني شغل. هيك لك الله وكيلك، هنيك اذا وجعت ما حدا في لك مرحبا شلونك كيفك، ما في حدا. لك ما قلت لي انه مطاعم وسيارات وفخفخه؟ مزبوط لك اخي، بس مو لمين ما كان، ليلي معه مصاري لك عمي. طيب انا لهاللحظه هاي ما عم فهم عليك، الشغله هني يعني منيح ولا مو منيح؟ حسب. شلون حسب يعني؟ والله مالك فهمان وين الله حاطك.